حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نربط او نعرف الطوابع بشبكة الراوتر الواي فاي من خلال كابل الانترنت عشان تقدر تطبع من الموبايل، لان الطوابع الكانون الاي ار 1133 اي اف ما فيهاش خاصية الطباع من خلال الراوتر الواي فاي، لكن تقدر تربطها بكابل الانترنت متوصل بجهاز السيرفر او الراوتر او الاكسس بوينت. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخوانا؟ من ايه اخباركم؟ ايه ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السالم من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نربط الطوابع اللي كان الاي ار 1133 اي اف بشبكة النتورك عشان نقدر نطبع من خلال الموبايل، وان شاء الله الحلقة تنال اعجابكم. مبدئيا كده يا جماعة، الطوابع اللي كان الاي ار 1133 في منها اكتر من اصدار، في اصدار اسمه 1133 اي، وفي 1133 اي اف، وفي اصدار ثالث اسمه 1133 بس على ما اتوقع W. لو لقيت عندك الاي اف اعرف انك لازم توصل الطوابع بشبكه الراوتر الواي فاي عن طريق كابل انترنت عشان تقدر تطبع من الموبايل، وما انصحكش بعد كده انك تشيل كابل اللان، لانك لو شلت كابل اللان او كابل النتورك الطوابع مش هتطبع من خلال الموبايل. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نروح للخطوات على طول. اول حاجه هو ده مدخل اللان او مدخل النتورك. هنجيب الكابل بتاعنا اللي هو واصل للراوتر او السيرفر او الاكسس بوينت ونبدا نركبه بالطريقه دي لحد ما تلاقي اللمبه نورت بالاصفر كده. بعد كده هنروح لشاشه الطوابع ونختار زرار المنيو، ثم نختار اول اختيار نيتورك سيتنج اوكي، ثم لو طلب منك منجر اي دي هنختار اوكي. هتدخل الباسورد كالتالي 7 6 5 4 3 2 1، ثم اوكي، ثم تنزل تحت كده وتختار البن اوكي، بردك من 7 لـ1 عد تنازلي زي ما انتم شايفين، ثم اوكي. ثم في الحلقه اللي فاتت قلنا زرار الاي دي ده هنعرف مهمته بعدين، هتضغط على زرار الاي دي هيدخلك في قائمه النيتورك سيتنجز. هنختار اول اختيار تي سي بي اي بي سيتنج اوكي، هنختار اول اختيار اي بي في 4 سيتنجز اوكي، هنختار اول اختيار اي بي ادريس سيتنج اوكي، هتختار تاني اختيار فيو سيتنجز اوكي، هتختار تاني اختيار اي بي ادريس اوكي. هتلاقي الطوابع اخد اي بي اوتوماتيك، هترجع خطوه لورا هتنزل تشوف سب نت ماسك هتلاقي اخد رقم برضه، وجيت اواي ادريس اخدت رقم. طب هنعمل ايه يا ابو حميد؟ الخطوه اللي جايه دي مهمه جدا ركز فيها. هنطلع فوق على اول اختيار اوتو اوكي، ثم هننزل عند اوتو اي بي اوكي ونخليها اوف كده، اصبحت اوتو اي بي اوف. هنختار ابلاي ثم اوكي تمام. دلوقتي بيقول لك طفي الطوابع وشغاله عشان تحفظ الاعدادات دي. طب انت عملت ليه موضوع الاي بي خليته اوف؟ لان لو الراوتر في مشكله او الراوتر الكهرباء قطعت او طفيت الراوتر ولعته، كل شويه هتاخد اي بي جديد وكل شويه هتعيد توصيل الموبايل بالطبع. لكن لما انا عملته اوف كده خليت الاي بي ما يتغيرش نهائي. وبعد كده هنيجي عند زر الطوابع ونطفيه، بعد كده نشغلها تاني عشان نحفظ الاعدادات. بعد كده هنروح للموبايل ونتبع خطوات بسيطه مع بعض، وان شاء الله تبقى سهله وبسيطه عليكم. فيلا بينا. اول حاجه هنعملها هنخش على البلاي ستور او الاب ستور اللي موجود في هاتفك، ونبحث في السيرش نكتب كلمه كانون. هننزل تحت شويه كده هنلاحظ البرنامج بتاعنا اسمه كانون برنت بيزنس، وعليه شرطه زرقاء كده او لبني، ضغطه واحده عليه ثم نختار تثبيت. ولازم تتاكد انك موصل الموبايل على نفس شبكه الراوتر اللي احنا شابكين عليه الطبعه بالكابل، يعني هو نفس الراوتر اللي متوصل بيه الطبعه هو نفس الراوتر اللي انت موصل عليه الموبايل. ثم نختار فتح، ثم نختار اجري، ثم اجري، ثم هيظهر لك القايمه دي، هتلاقي فوق علامه زائد وعليها طبعه، ضغطه واحده عليها، ثم نختار اوتو سيرش، ثم هيظهر لك الطبعه بتاعتك اهي ايماج رانر 1133 سيريز، نختار عادي جدا، ثم ايديت، ثم نختار اوكي، وزي ما شايفين الطبعه اتعرفت عندنا ومكتوب عليها ريدي بالاخضر، يعني ما فيهاش اي مشاكل. طب ازاي نطبع يا ابو حميد؟ نقفل البرنامج ده عادي جدا، تمام؟ هنختار ملف البي دي اف اللي انت عايز تطبعه، وليكن هنختار ويلكم. وعشان تطبع اي صوره او اي ملف الخطوات واحده، والخطوات اللي هنقولها دلوقتي حالا، هنعمل مشاركه او شير، ثم نختار سند اكوبي، ثم نختار برنامج كانون اللي احنا نزلناه، ثم اختار برنت. هتلاحظ ان اللمبه الصفراء دي نورت، اللمبه الصفراء دي طول ما هي منوره كده معناه ان في عمليه شغاله، اول ما اللمبه دي تنتفي معناه ان الاوردر انتهى. ادي اول ورقه، تاني ورقه، تالت ورقه، رابع ورقه، خامس ورقه،
5 اوراق في الملف البي دي اف، واللمبه الصفراء اتطفت معناه ان العمليه خلصت. طب دلوقتي يا ابو حميد انا عارف ان الطوابع دي فيها خاصيه الطباعه على الوجهين اوتوماتيك، وعندي ملف بي دي اف او اكتر من صوره عاوز اطبعهم وش وظهر، ازاي؟ هنختار مشاركه او شير، ثم نختار سند اكوبي، ثم نختار برنامج كانون، وقبل ما تضغط على كلمه برنت هتلاقي فوق في قائمه كده مكتوب عليها A4 1 كوبيز برنت رانج اول، هنختار عادي جدا. هتختار الاختيار اللي قبل الاخير من تحت، رقم 3 من تحت ومكتوب عليه تو سايدد. طول ما هي معموله اوف فانت لاغي خاصيه الطباعه على الوجهين اوتوماتيك. لو عملتها اون بالطريقه دي يبقى انت كده هتستخدم خاصيه الطباعه على الوجهين اوتوماتيك. انا كده عملتها اون، فالمفروض تطبع على الوجهين. هنرجع خطوه لورا من فوق ثم نختار برنت. هتلاحظ ان اللمبه الصفر هنا نورت، يعني اخذ الاوردر زي ما انتم شايفين، اخذت ورقه ثم سحبتها مره اخرى عشان تحط الظهر عليها. ادي اول واحده، اول ورقه اهي زي ما انتم شايفين وشها اهيت وظهرها في نفس المكان اهوت، وكذلك باقي الاوراق وشها وظهرها اهيت. الموضوع سهل كده. طب على سبيل المثال انا في صوره مبعوتها لي على الواتساب او عندي في الاستوديو، مع العلم انك ما ينفعش تطبع الصوره وهي على الواتساب، لازم تحملها وتخش في الاستوديو او البوم الهاتف، وكده كده اصلا الصوره لما بتتبعت لك على الواتساب بتتحمل تلقائيا في الاستوديو او البوم الهاتف. هنختار الصوره اللي انت عايزها عادي جدا، وعلى سبيل المثال الصوره دي انا عايز اطبعها، هنعمل ايه؟ هعمل مشاركه او شير، ثم نختار برنامج كانون، تمام. ثم طبعا قبل ما تطبعها هتلاحظ ان الورقه مطويه شويه، معناها انك انت مفعل خاصيه الطباعه على الوجهين، فلازم توقفها قبل اي حاجه. نضغط على القائمه عادي جدا ونوقف تو سايدد، ثم نرجع خطوه لورا ثم برنت. هتلاحظ هنا ان الطوابع اخذ الامر اهي، والصوره اللي طبعتها من استوديو او البوم الهاتف زي ما انتم شايفين. طبعا انا سايب لك رابط تحت الفيديو في الوصف، الرابط ده تقدر ترجع له عشان تتعلم ازاي تنسخ او تصور المساعدات على الوجهين اوتوماتيك، وازاي تصور بطاقه الهويه على الوجهين اوتوماتيك، وازاي تصور الورق عامه. لازم الكابل ده ما يتشالش نهائي من الطوابع، لو شلته من الطوابع يبقى انت كده مش هتطبع من الموبايل نهائيا. وانتظروني الحلقه القادمه ان شاء الله هنتعلم ازاي نعرف الطوابع من الكمبيوتر او اللابتوب، مره من خلال الكابل اليو اس بي ومره من خلال الراوتر الواي فاي. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده، اتمنى كنا عجبكم، اتمنى الموضوع كنا عجبكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.